وش بيتك؟ وش بيتك اللي تقول فيه؟ يقولون سلطان؟ تقول انت وش تقول؟ يقول ايش؟ يقولون سلطان طاح يا الربع، يقولون لا، يقولون يقولون مهذل طاح يا الربع انا ما اطيح، ترى الوعد ختم المنصات يا باشا. يقولون مهذل طاح طاح يا الربع انا ما اطيح، يا الربع انا ما اطيح. شوف كيف الجمال المفردة، يقولون مهذل طاح انا يا الربع يا الربع انا ما اطيح. انا من اليوم اخطي، تدري ليش؟ لاني ما وجدت شخص منصح يكون بجانبي. دردوري صح؟ دردوري بس اني اعرف اسبح. سعد، اين السبيل الى القريه دلني؟ تفهمني بعد شوي، او ممكن تفهمني بعد بعد ثواني. تدري ليش اقول لك ممكن تفهمني بعد ثواني يا سعد؟ لانك يعني جربت كل انواع المخالفات، خالفت عن طريق الدعم، فريق الدعم، بغض النظر صح ولا غلط، خالفت عن طريقك انت بالجوال، خالفت عن طريقك أكثر من مرة كذلك مخالفة، من ضمنها آخر مرة. أنا ما أدري يا سعد إلى وين تبي تروح، هل تبي تطلع من البرنامج؟ لا متعمدة؟ باقي الإعداد يخالفون ويعطوني، باقي الإعداد يخالفون يخصمون علي. الإعداد يرصد الخصومات ولا يفتعلها يا سلطان، صح؟ ها؟ ما يفتعلها؟ إيه؟ يعني ما ينزل لك مخالفة من السماء. في شيء مخالفات جديد. بعدين أنا سألت الشخص الغلط. لأنك أنت أكثر شخص يتهم الإدارة والمقدمين وكذا، صح ولا لا؟ أعطوني يا جماعة الخير الكاميرا هذه، وغردوا باسم رابع العائدين يا أخوان، أعطوني الاسم يا جماعة. أنا ما أبي أسمع كذا، أنا يا جماعة الخير أبيك تغنيه في إذني. عيد عيد اسمه، سمعني أكثر، أطربني أكثر، أتحفني أكثر، اشرح خاطري أكثر. ألف مبروك سلطان بن دوحة. ارحم خطوة يمين لو تكرمت، خطوة سعد. ألف مبروك سلطان بن دويحس رجوعه، بقى معي فقط سعد